دايما الناس كانت مفتقده النائب او الحزب. يعني ممكن يكون في نواب كانوا متواجدين في الشارع، ولكن العمل في ضوء الكيان السياسي او المؤسسه الحزبيه يبقى ليه طعم مختلف. طبعا طبعا العمل من خلال ترتيبات على مستوى الجمهوريه والتواجد في الشارع بيبقى طعم مختلف. الناس دايما بتشوف ان السياسه دي اساليب مش مرضى عليها، ولكن هل الفتره الاخيره بقت السياسه بمفهوم جديد لها علاقه بخدمه الناس والتواجد بين الناس والدور المجتمع اللي بنشوفه في مستقبل الوطن؟ هي دي متعه السياسه في الفتره الاخيره، خاصه ان حضرتك جديد في المشهد السياسي. بص، هل شايفها نوع من المتعه خدمه الناس؟ هي متعه بصراحه، متعه. ليه بقى؟ لان النهارده الوضع اتغير. النهارده لازم كلنا نكون ايدينا في ايدين بعض. الراجل النهارده النائب عن الدايره ما ينفعش يسيب دايرته يفضل بعيد عن الدايره، لا، ده احنا لازم نكون متواجدين وسط الناس ونلمس مشاكل الناس، واحنا اضرب اهالينا. يعني النهارده لما تيجي تتكلم على جزئيه، مين هيبقى ملم بمشاكله غير اللي هو من وسط الاسره؟ يعني النهارده انا في اسره وفي دايره، انا هبقى لامم بالمشاكل بتاعتي ان انا لما اسعى على حلها. النهارده انا لما الاقي في توجيهات من فوق يقول لك للتنفيذيين ساعدوا النواب ان هم يحلوا مشاكلهم في الدوائر بتاعتهم، دي حاجه مهمه جدا. لما تلاقي في تعاون من المسؤول والتنفيذي وما بين النائب، دي بتخليك ان انت فعلا تنزل الشارع وتشتغل وتقول انا هقدر اعمل، بتحقق النتائج فعلا على ارض الواقع. لما انت تقعد تطلب لقاء وزير او محافظ او مسؤول ما في جهه معينه وتلاقيه يرحب بيك ويساعدك في حل المشكله ويتابعك ويرد عليك ليل ونهار، ويبقى في تواصل ما بين الاجهزه التنفيذيه والشعبيين، والنهارده تحل مشاكلهم. يعني انا النهارده على سبيل المثال هتكلم معاك في ازمه كورونا، لما تيجي تتكلم في ازمه كورونا، لا، كله تكاتف مع بعضه. الشعبيين نواب الدوائر كانوا موجودين في دوائرهم لمسين مشاكل المستشفيات، ايدهم بايد الاطباء والمسؤولين عن الجزئيه دي. لما تيجي تتكلم النهارده على وكيل وزاره قاعد في مكتبه بيتواصل معاك 24 ساعه ويشوف ايه مشاكلك، ايه محتاج، محتاج سرير يوفره لك، عندك مشكله ازمه معينه، كلنا بنساعد، بنعمل جهود مع بعضينا ان احنا نوفر على قدر المستطاع، ان كان خامات طبيه او وقائيه او اكسجين او الى ذلك. فاحنا النهارده ده دورنا ان احنا نتكاتف مع بعض، الكل بيشتغل.